بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزملاء والزميلات، منسوبي الجامعة السعودية الإلكترونية، أبنائي وبناتي الطلبة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا بتواجدي معكم اليوم في الحفل الختامي لمسابقة التخرج لطلاب كلية الحوسبة والمعلوماتية، وأود أن أشيد بهوية الكلية الجديدة والتي تؤكد على دور الكلية وأعضاء هيئة التدريس فيها على تمكين العقول الوطنية الرقمية. فأشكركم جدا على هذه الهوية الجميلة. مرحلة الماجستير بندر الحمراني، وقدم يعني مشروع تخرج كان عن two factor authentication system using enhanced QR code، وهذا التطبيق يعني يندرج تحت تخصصات الحاسب الآلي في الأمن السبراني وتوطية المعلومات والبرمجة، وكان من أحد المشاريع المتميزة ما شاء الله. Hi, this is Bandar Al-Humrani. The multi-factor authentication system using QR code is a new security mechanism. It appeared to the surface because of using SMS as a second factor of authentication surrounded with different security threats and risks such as SSFN and brute force attack. المركز الثاني الهنوف الغميز، وكان عن Fog Based Intelligent Intrusion Detection System for Vehicles، وهذا البرنامج يعني وهذا البروجكت كان تحت مظلة الكلاود كومبيوتينج والفوج كومبيوتينج، وهي يعني من التقنيات الحديثة الآن التي تعمل عن طريق يوزنج سنسرز، وهذا كان يعني مشروع ما شاء الله يعني حصل على يعني على تميز. Hello everyone. Have you ever wondered what would you lose if your personal computer get compromised? Well, let me give you the answer. You might lose your confidential data. You might lose your job. You might suffer from financial losses. However, what would you lose if your modern vehicle get compromised? Well, المشروع المركز والآن مع المركز الأول العنود الدالج، وهو detecting Arabic cyber bullying tweet using machine learning. وهذا يعني يستخدم الذكاء الصناعي، ويستخدم ايضا الذكاء الصناعي، وكان يعني تميزه في طرحه آلية لبحث يعني التغريدات السلبية باللغة العربية، وهذا يعني شيء نوعي لأنه جديد، ويتحدث عن 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 تصميم موديل في تحليل هذه البيانات. After pre-processing step, we are extracted different scenarios from our dataset, which are clean, normalized without FARASA tool.